سلام حبايب قلبي، اليوم موضوعنا شوي مختلف عن الحرب الروسية الأوكرانية. اللي مهتم خلي يكمل الحلقة. هو شنو السبب عام 2014 قررت روسيا تاخذ جزيرة القرم من الأوكران؟ ما طول العمر جزيرة القرم تابعة للأوكران وروسيا ساكتة، اشمعنا بهذا الوقت بالتحديد قررت روسيا تحتل جزيرة القرم؟ السبب الحقيقي وراء هذا الموضوع راح نتعرف عليه بالحلقة، فخلينا نبلش. الكل يعرف أن روسيا دولة عظمى وعندها أكبر ترسانة نووية بالعالم وعندها سلاح مخوف الأوروبيين به وهو الغاز الروسي، لأنه كثير من الدول الأوروبية معتمدة كليا أو جزئيا على الغاز الروسي، وهاي نقطة تنحسب للروس، وروسيا دولة أبدا لا يستهان بها. بس خلونا نرجع بالزمن لورا. و1949 تشكل ما يسمى حلف الشمال الأطلسي أو حلف الناتو على يد فرنسا، بريطانيا، أمريكا وإيطاليا. وإحدى البنود أي دولة خارج حلف الناتو تعتدي على أي دولة داخل حلف الناتو راح تكون في مواجهة عسكرية مع جميع دول الأعضاء في الحلف. الكلام يعني تقدر تقوله موجه للاتحاد السوفيتي، بس ما حد أحسن من حد. عام 1955 بعد 6 سنين بالضبط قرر الاتحاد السوفيتي قيام حلف وارسو. أنتوا عندكم حلف ونحن عندنا حلف، واللي يعتدي على الثاني صدقوني راح تقوم حرب أشرس من الحرب العالمية الأولى والثانية. لكن شاءت الأقدار والأسباب كثيرة ما أريد أذكرها مشان وقت الحلقة. عام 1991 انهار الاتحاد السوفيتي وانهار حلف وارسو معاه، وانضمت دول مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا لحلف الناتو. لحد عام 2014 كل الدول اللي كانت بحلف وارسو اللي تابع لروسيا انضمت يا لحلف الناتو يا صارت بالاتحاد الأوروبي. هاي أكبر صفعة تأكلها روسيا بتاريخ الحديث. بس مشكلة روسيا الحقيقية هي مشكلة موانئ. روسيا عندها ميناء نيفوروسيسك بالمياه الدافئة، بس مشكلة هذا الميناء المياه البي غير عميقة، يعني السفن العملاقة ما تقدر تفوت وتطلع من هذا الميناء، يعني هاي مشكلة اقتصادية وعسكرية. بس عندها ميناء ثاني بالمياه المتجمدة اسمه فلاديفيلستوك. كمان مشكلة هذا الميناء انه 4 شهور بالسنة يتجمد خالص ويتوقف عن العمل 4 شهور بالسنة، وهاي مصيبة. بس بعد ال4 شهور لما يرجع للشغل الميناء، السفن الروسية اللي تخرج وترجع من الميناء مجبورة تمر ببحر اليابان، واليابان حليفة منه؟ حليفة الامريكان. فمن هاي الجهة الروس تحت رحمة الامريكان. بس الروس عندهم منفذ ثاني وهو بحر البلطيق، بس لما تمر السفن من بحر البلطيق مجبورة تمر بمضيق اسكاكيراك، وهذا المضيق تابع للنرويج والدنمارك، والنرويج والدنمارك أعضاء في حلف الناتو، يعني محاصرة من اليمين ومن اليسار، من وين ما تتحرك روسيا تحت رحمة أمريكا وحلف الناتو. عام 1997 قررت روسيا استئجار ميناء سيفاستوبول من أوكرانيا واللي موجود بجزيرة القرم. قالوا أحسن ما نظل عايشين هذا الكابوس تحت رحمة الأعداء، فأوكرانيا صديقتنا وهذا الميناء نقدر ناخذ راحتنا به، ما حد يقدر يضغط علينا نهائيا. بس اللي حصل 2014 ما كان أبدا بالحسبان. اندلعت الاحتجاجات بأوكرانيا بين مؤيدين ومعارضين وبلشت الاشتباكات بيناتهم. صارت زعزعة بالبلاد، فهرب الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. ووسط احتجاجات واسعة فر يانوكوفيتش من كييف إلى روسيا لتسارع المعارضة إلى تشكيل حكومة ائتلافية. فهين حست روسيا أنه الشعب الأوكراني اللي طالع بالشوارع والحكومة الجديدة كأنهم يريدون يروحون على الاتحاد الأوروبي ويتركون روسيا. فقررت روسيا تدخل بقوة عسكرية ضخمة على جزيرة القرم وتضمها إلى روسيا الاتحادية، بحجة أنه أكثرية الناس اللي عايشين في جزيرة القرم هما من الروس ونسبتهم 60%. وأجرت استفتاء روسيا ونجحت بالاستفتاء. الأمم المتحدة أنكرت هذا الشيء والمجتمع الدولي وحقوق الإنسان، لكن هذا أمن قومي بالنسبة للروس، وخسارة القرم بالنسبة للروس معناته الحصار الخانة، ومستعدة روسيا تفوت بحرب نووية مشان جزيرة القرم. ولا يمكن تتنازل روسيا عن جزيرة القرم أبدا، لأن روسيا إذا تنازلت عن جزيرة القرم هذا معناته وقعت بين فكي الكماشة. هذا كل شيء كان عندنا لليوم حبايب قلبي، ولايك واشتراك وانشروا المقطع بكل مكان، وألقاكم في مدينة جديدة بأوكرانيا، وسلام.